بسم الله الرحمن الرحيم. زارنا اليوم الأخوة من ثلاث محافظات من الجمعيات الفلاحية بحضور مدراء الزراعة أيضا في المحافظات الثلاث اللي هي محافظة النجف الأشرف ومحافظة الديوانية والسماوة. وهذا الوفد جاء إلى الوزارة من أجل المطالبة وما جرى من إجراءات بخصوص الموسم التعويضات لموسم زراعي ماضي واللي هي مبالغها بحدود 136 مليار دينار. كل الإجراءات اللي اتخذتها الوزارة ابتداء من تصويتنا في مجلس الوزراء على مبلغ التعويضات اللي هو 136 مليار وكذلك تعويضات الأمطار اللي هي بحدود 215 مليار تم التصويت عليها في مجلس الوزراء، تابعناها متابعة حثيثة حتى تم التصويت عليها لأن كان ماضي عليها أكثر من 3-4 سنوات لكل موسم من هذه المواسم الموجودة، وذهبت إلى مجلس النواب وبفعل المتابعة أيضا مع اللجنة المالية والأخوة مشكورين أعضاء مجلس النواب أيضا تم التصويت على هذه المبالغ، مبالغ تعويضات الشلب اللي هي 136 مليار ومبالغ تعويضات الأمطار اللي هي 215 مليار. بعد التصويت عليها صارت واجبة التنفيذ من قبل الحكومة، رجعت إلى وزارة المالية بعد التصويت. وزارة المالية بعد المتابعة المستمرة من قبل السيد الوكيل الإداري والسيدة مدير عام الإدارية والمالية، كانت وزارة المالية تنتظر إكمال التعليمات، وإحنا أيضا نتابع يوميا من خلال الأخوة اللي ذكرتهم قبل قليل اللي هم أعلى درجات الوزارة الإدارية إلى أن صدرت تعليمات وزارة المالية. بعد وصول التعليمات كان واجب على وزارة المالية أن هذه الأموال تصل إلى وزارة الزراعة، وبالفعل مخاطباتنا المستمرة أوعزوا إلى أنه يجب أن نرسل من جديد المحاضر للتعويضات مصدقة من قبل مدير عام الإدارية والمالية ومن قبل التدقيق ومصادقة من السيد الوزير، وأرسلنا هذا المحاضر من جديد إلى وزارة المالية. وزارة المالية أطلقت حقيقة أنه هذه المبالغ بها نقص بحدود 18 مليار دينار لأنه تم تخفيض مبالغ التعويضات الإجمالية في الموازنة، وأيضا إحنا قلنا هذه ما تشمل هذا المبلغ لأن هذا المبلغ لأشخاص ولناس مزارعين وفلاحين ومحسوبة، يعني ما ممكن ننزل من عندها أي مبلغ. وأيضا واصلنا مع وزارة المالية أن المبلغ يجب أن يطلق بالكامل اللي هو 136 مليار وكل المتطلبات اللي رادتها وزارة المالية من الأسماء للمتضررين، رادوا جدول تفصيلي ببرنامج الأكسل باسم المتضرر والمبلغ والكمية، كمية التعويض أيضا أكملناها وبجداول وأرسلت إلى وزارة المالية. إحنا بانتظار أن تطلق هذه المبالغ حتى نبدأ بتوزيعها، وشكلنا اللجان في المحافظات، اللجان اللي موجودة برئاسة رئيس الوحدة الإدارية ومسؤول الشعب الزراعية وممثل وزارة الموارد والجمعيات الفلاحية وممثل مالي، هذه اللجان أيضا مشكلة اللي ننتظر فقط وصول الأموال من وزارة المالية حتى نبدأ بتوزيعها. أما ما يطلق البعض ويحاول استثمار جهود الوزارة واستثمار تعب هذا الموظفين والكوادر الموجودة في وزارة الزراعة وتعب وجهد مجلس النواب ومجلس الوزراء وتعب الجمعيات الفلاحية اللي بتواصل ويانا بشكل دائم للمطالبة بهذا الحق، ويجي شخص آخر يحاول استثماره أو إثارة الناس، بالتأكيد هذا غير مسموح وغير مقبول، لأنه اليوم إحنا نقوم بواجب وطني وواجب إنساني وواجب على كل من يتصدى للعمل الوظيفي عن مستحقات الناس أن توصلها في توقيتاتها. إحنا اليوم كان لها ماضي التعويضات أكثر من 3 سنوات وقسم 5 سنوات بالنسبة لتعويضات الأمطار اللي هي من عام 2019، سعينا خلال هذه السنة كلها وصلناها إلى الصرف، أما استثمارها وإحنا في جو انتخابي ويجي بعض الأشخاص يثيرون الأخوة الفلاحين والمزارعين وأصحاب الحق واستثمار هذه القضية، هذا الشكل مرفوض وغير إنساني وغير صحيح، لأن اليوم إحنا واجبنا كوزارة وهذا واجب ليس منا على أحد أن نقوم بواجبنا على أكمل وجه ونوفر التخصيصات ونوزعها، وإحنا جاهزين أكملنا كل المتطلبات
حال وصول هذه الأموال إلى الوزارة راح تشرع بإيصالها للمحافظات وتوزع من خلال اللجان الفرعية في كل قضاء وناحية. احنا أكملنا ما علينا حقيقة في وزارة الزراعة، ننتظر وزارة المالية تحول الأموال ونباشر إن شاء الله في توزيعها. شكرا جزيلا أخوان.